ايدنتيكال للخليه الماذر هنسمي الانقسام ده ايه؟ مايتوزس. ادي الانقسام المايتوزس اهو. يعني مايتوزس؟ بيسموه بالعربي الميتوز. ايوه كلمه مايتوزس يعني اسراء معناه ان الخليه هتنقسم تدي خليتين ايدنتيكال للخليه الايه؟ الام. اسمه تاني مايتوزس. وبنرمزله بام فيز. تاني. بعد هذه المرحلة وجدوا ان كل دوتر سيل كل خلية بتطلع بتقعد ساكتة كده. وبعد شوية ده هتعمل ايه تاني؟ تنقسم تاني. مايتوزس. مايتوزس. او اسمه ام بي. عارفين سموا المرحلة دي؟ طب بالعربي بالانجليزي باي لغة؟ بين الاثنين. انتر. الدور البين. الطور البيني. الطور البيني لو الناس بتكتب بالعربي. يعني فين البيني بقى؟ ما بين الميتوزس ومايتوزس. الفوزي وهبا الفوزي. عشان يا جماعه الناس لو فهمت الرسمه يبقى خلصنا الحصه. دلوقتي السيل ديفيجن بتاع الخليه ايه تاني؟ مايتوزس. وبنسميها وبنرد باسم ايه؟ ام فيز. ام يعني مايتوزس. بعد كده تدخل مرحله تبقى ساكته فيها خالص وترجع تاني ايه؟ تنقسم. في هذه المرحلة سموها ايه؟ انترفيز. وقعدوا يدرسوا الخلية في هذه المرحلة بتعمل ايه؟ فلقوا فيها مرحلة سموها اس. اس يعني سينسيسس بتصنع. طب بتصنع فيها ايه؟ انا بتصنع فيها الدي ان ايه؟ يعني بيحصل فيها تضاعف للدي ان ايه. عشان ينفع في الميتوزس الجاي يحصل له ايه؟ ينقسم كل خلية تاخد نسخة. يبقى تاني الانترفيز دي مرحلة اسمها ايه؟ اس. بيحصل فيها ايه؟ تضاعف في الدي ان ايه. طب اللي قبلها قال لك سميها جي 1. جي يعني جاب فراغ فجوه. بس النهارده يقولوا لا فالخليه بتنمو في هذه المرحله واصبحت جي دي خسرها تاني كلمتين كروس. يبقى كلمه جي معناها ايه؟ كروس. جاب او كروس الاثنين صح بس ده قديم ده جديد. طب المرحله دي هنسميها ايه؟ جي 2. نفس الجمله برضه عشان كروس او جاب برضه او جاب. حتى لما الرسمه دي كل يرسمها اسمها هنا مفيش حاجه يا جماعه. الخليه بتنقسم اسمه ايه؟ مايتوز. تتخلص الانقسام تخش مرحله اسمها ايه؟ انترفيس. بعد ما تخلصها مايتوز مره اخرى. طب الانترفيس كم مرحله؟ ثلاثه. هو مرحله اسمها ايه؟ جي 1 ما بين الميتوز وما بين التضاعف. مرحلة تانية اسمها ايه؟ اس فيها تضاعف. مرحلة تالتة اسمها جي 2 ما بين التضاعف وبداية الميتوزس. شغل التكييف يا دكتور. شغله تكييف لا. لا شغله انا واحد قدامه. بس انت تتوقف على كده؟ يا احمد بطل اكل يا احمد ده وركز ده. الحضانه يا احنا يا جماعه ما كانش طبيعي هنا ومركز في الاوضه وانا بخاف اللي قاعد اللي ورا. دايما الاوائل بيقعدوا قدام على الفكره. حاسس انت خلاص يعني ما كانش راضي يطلع على الجنب عشان عايز ينام. يلا يا شباب يا ريت الناس تفهم الرسمه دي لو فهمناها. هقول لواحد يسلم يسقط خلي بالكم يعني. هقول اسمه مرتين هزعل منه. الرسمة سهلة جدا. ميتوزس الخلية بتنقسم. الخلية معاك ما بتنقسم اللي بيطلع اسمه دوتر. دوتر سيل. هذه الدوتر سيل تدخل مرحلة. سميتها هذه المرحلة ايه؟ بعد ما تخلصها تدخل ميتوزس مرة أخرى. بعد ما تخلصها تنتقل وهكذا. طب
طب الانترفيس ده كم مرحله؟ 3. اهم حاجه فيه مرحله اسمها ايه؟ اس. بيحصل فيها ايه؟ تضاعف للدي ان ايه. اللي قبلها اسمها جي 1. جي في الاول كانوا بيقولوا لك كلمه جاب، لكن النهارده بيقولوا ان هي جروس. هنا جي 2 يعني جروس برضه او جاب. خلاص انا عمرو ينفع لك يا عمرو عارفين بقى الرسمه دي هنعملها دايره. في مشكله؟ دي بقى مصنوعه في الكتاب. هو الرسمه ده هيعملها دايره ازاي بقى؟ هيعمل دايره كده يا جماعه. الدايره هيسميها سيل سايكل. يعني ايه سيل سايكل؟ دورة حياة الخلية. ويعمل فيها اكس كده. عشان عايز يرسمها. اهو. هو هنا كتب ام. ام يعني ايه؟ ميتوز. المفروض هيكتب ايه؟ اس. يعني ايه؟ دي ان ايه ريبليكيشن. الناس متخيلة؟ تضاعف الدي ان ايه؟ هو ده اهم مرحلتين. يا شروط. دي اسمها ام يعني ميتوز. وتضع مرحلة اسمها ايه؟ اس يعني اس؟ سنسز يعني ريبليكيشن. دي كلها على بعضها اسمها ايه؟ ايه؟ انترفيس. ثلاث مراحل. المرحلة الأولى جي 1، المرحلة الثانية اس، المرحلة الثانية جي 2. وطبعا عندك كلمة جي 1 معناها ايه؟ وطبعا عندك هنا ايه؟ فيرست جروس فيز صح؟ اه. المفروض هنا دي اسمها ايه؟ سكند جروس فيز. احنا مش صحاب. ده تم رسمنا الام بيتقسمها اربع حتت نقراهم كده. اول حته اسمها برو فيز. عارفين يعني ايه برو؟ سموها التمهيد، سموها العلبه التمهيد. ده الطول التمهيد. طب الثانيه اسمها ميتا. حد عارف يعني ايه ميتا؟ لا استوائي. باين دي بقى خطه باينه اهو. استوائي يعني يقف في خط استواء الخليه. ثانيه يا دكتور. مرة. برو يعني ايه يا دكتور؟ مكتوب عندنا حرف الام صح؟ لا قبلها اقول ال ام يعني الاول ميتوزس مقسم كم مرحله؟ اربعه. اول واحده اسمها ايه؟ برو. ما كده برو فيز معناها بالعربي الطول التمهيد المهد يعني. ثم ميتا. ميتا يعني الكروموسومات كلها 46 يوم في خط استواء الخليه. فكلمه ميتا معناها استواء. استواء. طب انا يعني انا انفصالي ينفصلوا. انا يعني انفصالي. وديله نهائي. طب كلام سهل. ليه يا مرتضى؟ ايه؟ كلام من اول فين؟ طيب الدايره الناس ما بتفهمهاش ليه؟ عشان كده قلت يا مرتضى بصوا معايا يا مرتضى. دي كده اسمها ام يا مرتضى صح؟ بعد كده ايه؟ انترفيس فانا بقى بتقسمها كده. بتقسمها على شكل ايه؟ دايره. بنسميها سيل ايه؟ سايكل. عملنا حرف الاكس. فوق هنا ام. ام يعني ايه؟ ميتوز. بعد ما تخلصوا انترفيز تخلصوا ام وهكذا. فاهم؟ الانترفيز فين؟ هل ايه؟ انت بتتفرج على فيلم هندي كتير يا ده؟ ايه؟ ناخد جزء الهندي. شكلكم اكل عقلكم. دورة حياة الخلية. الخليه تدخل من مقسمه ميتوز. تدفع كام خليه؟ 2. كل خليه تمشي في طول الدور الجاي. انت بتخلصه؟ اتوقع تنقسم تاني. على طول. ايه السلعه؟ السلعه على طول كده. بصفه عامه الخليه دايما كده. تنقسم. تدخل انترفيس تنقسم تدخل انترفيس. حلو كده؟ فاهمين الجمله دي؟ الانترفيس كام مرحله؟ ثلاثه. الانترفيس ثلاثه. اهم واحده في مين؟ اس. بعد كده في مين؟ وبعد كده في ايه؟ بص بقى يا عمار تبدا تسرع لي بقى اهو. معنى كده لو الخليه فضلت تعمله تنقسم بس تخلف وتجوز تجوز؟ لا. ده ممكن تعمل كده. مكتوب عندك جي 0. بتطلع ساعات. يعني ايه جي 0؟
ثابت السيل طيب عشان ايه؟ عشان تشتغل. الخلية لو لها وظيفة ابزوربشن ديشن مش هينفع تتكاثر، هتعمل ايه ساعتها؟ بتطلع بره فهمها لي. دلوقتي في الامبل عايزين نعمل ليفر، الخلية تدخل فين؟ في السيل سايكل. عملت وليكن 1000 خلية، ايه اللي يحصل بعد كده؟ ال 1000 خلية ما عرفوش يكملوا يطلعوا فين؟ في الجي بي يشتغلوا يعملوا وظيفة الليفر. لو حصل ان النمبر بتاعهم قل يحصل ايه؟ هفصل يرجعوا تاني. كان ده بيحصل مع كل الخلايا، قال لك لا في خليتين ما بيرجعوش تاني. هو مين؟ النيرف وخط المصري. هفصل خلص. بعد ما كونوا النمبر بتاعهم ووقفوا الانقسام ما انقسموش مره اخرى. لان الكلام ولا صعب. يبقى الانترفيس ممكن الخلايا تترك السيل سايكل تطلع في مرحله اسمها ايه؟ جي زيرو كده اصبحت بره السيل سايكل ما ينفعش تنقسم مره اخرى. ممكن تفضل جي زيرو في الوقت طيب وقته ال 10 20 30 سنه وترجع تاني لو انا عايز ايه؟ خلايا جديده او ما ترجعش لمدى الحياه. دول هما نوعين الكارديك ماسل والنيرون. فهمت يا شباب؟ نقرا كده مكتوب عندنا. مكتوب عندك سيل سايكل. الاول العنوان هو هو سيل ديفيجن او سيل سايكل. ده الموضوع الثاني. الحصه اللي فاتت خدنا ايه؟ نيوكليك اسيد. وقلت اهم سؤال مين يجاوب لي عليه؟ الفرق ما بين الدي ان ايه والار ان ايه؟ ثانيه واحده، بتعرف يا عبد النبي؟ قول الفرق بين الدي ان ايه والار ان ايه؟ دبل ستراندد. انا مصر يا جماعه، انا قلت الحصه اللي فاتت عندنا جدول فيه حوالي 6 7 اختلافات، انا عايز 3 اختلافات. اول اختلاف دبل وسنجل ستراند. ماشي. الاختلاف الثاني لونج شين اوف نيوكليوتيد يوكسي ريبوز ورايبوز. الاختلاف الثالث لونج شين اوف نيوكليوتيد يوراسيل وصايمين. يا سلام. قول يا مروه. طلع عليا مروه اللي في الاخر. اسمع صوتك يا مروه. قول لي ثلاث اختلافات. طب يا جماعه بدأوا يعني. ما خلاص خلاص مش مشكله. بس يا جماعه الناس اللي قاعده ورا تركز معايا، انا اصلا مش شايفك يا مروه. ايوه انا عايز كلمه بس. زيك واخبارك ايه؟ يا شباب يا شباب صدقوني الهيستولوجي في الاخر والله العظيم ماده تافهه. درجاتها تافهه. ما تغلطش في المادة. واللي بيذاكر سنتي بيجيب 10 سنتي. هتضطر تذاكر فيسيولوجي 10 سنتي والله ما هتجيبه حاجة. الفيسيولوجي دي في الآخر تسأل الناس كلها جايبة جيد جدا. طب وأنت ليه تتعب نفسك في مادة صعبة؟ طب يا ريت أجيب جيد جدا. يا ريت أجيب جيد جدا. ما إحنا مين تعب عشان نجيب جيد جدا. ما تغلطش في الفيسيولوجي كده. نسأل. الامتحان ام سي كيو. تمام بس. لا والله. الامتحان اللي جاي ده؟ ام سي كيو بس؟ ام سي كيو رومات وصح وغلط. مفيش جيف. بس عشان اعمل ريفيجا لازم انت تشجعني. اه دكتور محمد يعني لازم تشجعني. ما فيش رسومات. انت بتتكلم على انهي امتحان؟ امتحان ايه يا جدعان اللي بتدور عليه؟ بس خلاص بقى نقرا كلام بس. بتتكلم على الامتحان هو ولا؟ كرامة. انا مذاكرين جنبك. ايه يا جدعان؟ نفتح صفحة 97. خليها عادي يا رب. صفحة 56. ايه رأينا يا معتز؟ العنوان اسمه سيل سايكل. ده لسه ما دخلناش في النظر، ده كله كلام هنقراه بس. يعني ممكن في الاخر تطلب عليه. في ده مشكله خاصه عندي مش هزعل. السيل سايكل يعني ايه سيل سايكل؟ اهي سيريز اوف ايفنت، احداث ورا بعضها بتحصل للخليه عشان في الاخر بتديني ايه؟ اثنين وبريبليكيشن. دي معنى كلمه سيل سايكل. دوره حياه الخليه، حتى قبل كده دوره حياه الهرسيا. ايه دوره حياه الهرسيا؟ تدخل واحد تطلع اثنين.
ايه معنى كل دوره حياه؟ سيريز اوف ايفنت، سيريز اوف ايفنت ذات اوكير ان ذا سيل عشان ايه؟ ليدنج تو اكس ريبليكيشن عشان تبقى ضاعف. طب ايه اهميه دوره حياه الخليه؟ قال لك والله انت عارف في خليه اسمها زيجوت، في خليه واحده صح؟ ازاي هتتحول لماتيور اورجانيزم؟ السيل سايكل. فهمت بقى يا عمارة؟ يعني الزيجوت دي خليه واحده تنقسم تبقى كام؟ خليتين، تنقسم 4 8 16 32 لحد في الاخر توصل مين؟ الماتيور اورجانيزم. خلاص هو الكائن الحي دوت. خلاص؟ مش كده وبس، ده حتى بعد ما بيتكون لو الهيب ده وقع مين اللي هيجدده؟ لو السكين وقع، لو البلاد سيلز ماتت، يبقى لو باي ويتش الهير والسكين والبلاد سيلز ار رينيو. رينيو يعني تجدد. عباره عن مرحلتين. المرحله الاولى اسمها انترفيس. المرحلة الثانية اسمها ام فيز. هنبدأ بالانترفيز، اكتب عليها نظري مهم. وريت الامتحان ترسم الرسمة دي. هو بتوع الانترفيز؟ احنا كده خلصنا الكلام، هيبقى ناقص كلام بسيط. بدل ما ترسم لي الرسمة دي. خلاص؟ بص بقى معايا. دلوقتي الميتوز، الخلايا اللي بتطلع منه اسمها ايه؟ دوتر سيل. سموها كده في مشكله. يبقى الخليه تطلع من الميتوز اسمها تاني عند كام دوتر سيل؟ 2. الخليه دي لها احتمالين، اما ترفض الانقسام مش هتجوز تاني هفضل اشتغل طول حياتي اسلوب نفسها للعلم، دي اسمها جي زيرو. اسمها تاني الله حرام. او يقول لك لا انا هحافظ على الجيل بتاعي وافضل اتجوز واخلف، اسمها بقى جي 1 اس فيز جي 2 جوز 4. ده كان مطلوب عندك على فكره، بس ترجمته هنقرا كده. افتر سيل ديفيجن، الخليه اللي طلعت اسمها ايه؟ دوتر. ايتش دوتر سيل هتبدا في الانترفيس صح؟ ديورنج الانترفيس في احتمالين، اور اما ان هي بيرفورم اتس فانكشن سواء كان ابزوربشن او سكريشن، اكتب عليها جي زيرو. فالخليه ما ينفعش تعمل وظيفتين في نفس الوقت. فهمت؟ ان يا جماعه الخليه لها انرجي. الانرجي دي اما اوجهها ناحيه الفانكشن اما اوجهها ناحيه الايه؟ الديفيجن. لكن ما ينفعش الاثنين مع بعض. خلاص كده؟ اور ايه بقى؟ بريبير السيلف فور انيشيشن اوف نيو سيل ديفيجن عن طريق مطلوع نقطه رقم واحد ايه؟ جي 1 2 3 انت ده هو كان صح يفتح الجي 0 الاول تمام واشرحها في النص مفيش مشكله قرر الاول الجي 0 انا اقراها الاول المفروض يا جماعه كان يفتح الجي 0 الاول انا يا جماعه انا يا جماعه نفسي تفهموا الحصه لكن الجو حر الجو برد انتوا واحد منكم بقى يعني يجب نعمل ادابتيشن مع نفسنا على فكره لو مش قعدتي هنا هتكون بتاعتي خالص لا 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 يا شباب جي زيرو كده جي زيرو مكتوب ايه؟ نون بروليفرتيف يعني انا بروليفرتيف مش هتنقسم تاني نان بروليفرتيف يعني نان ديفايدنج خلاص كده الخليه دي لا تنقسم برينكوتين فولي ديفرنشيتد يعني معاها دكتوراه مش محتاج حد كل ديفرنشيتد يعني لها وظيفه يا جماعه متميزه متخصصه زي الفايبروبلاست الفايبروبلاست دي خليه بنسميها فولي ديفرنشيتد خليه الليفر فولي ديفرنشيتد خليه لها وظيفه لكن في خلايا ثانيه مالهاش وظيفه عارفين اسمها اي حاجه ستيم سيل خلايا اللي اسمها ستيم سيل خلايا دي مالهاش وظيفه زي الكاميرا كل اللي تعمله ايه؟ تتجوز وتخلف. قلت لما انت متجوز كده. ما انت متجوز كده اي وظيفه انك تتجوز وتخلف وتطلع عيال. والعيال هم اللي يحصل لهم ايه؟ ترانشيشن. اتفهمت؟ لما تكون عندنا بروليفر فولي ديفرنشيتد سيلز هتدخل جي زيرو. استفدتها من جي رقم كام؟ من جي 1. جي زيرو اسمها تالي كويسن. كويسن انت معناها ايه؟ اكسس. في كلام كده يا جماعه انا عايز كده نان بروليفرتيف فولي ديفرنشيتد سيلز انتر جي 0 فروم جي 1 ممكن ترجع على ممكن هو مي ريمين فور لونج تايم زي خلايا الليفر ممكن تفضل 10 20 سنين
في الجي زيرو or indefinite. indefinite معناها ما لا نهاية، مدى الحياة يعني. دي زي الهارت وزي النيرف. تختي جي زيرو سهلة، لكن الجي زيرو لا تنقسم، طلعت برا السيل سايكل هيك. ماني بروليفراتيف فولي ديفرنشيت سيلز. دخل الجي زيرو من جي 1 ممكن تفضل هنا لونج تايم or indefinite يعني مدى الحياة ما لا نهاية. زي الهارت والنيرف لو ده بتاع تاني اه رمت على قد ايه 10 سنين 20 سنه بمعنى واحد عنده ليفر سليم خلاص وما حصلوش اي مرض وعمره ما هترجع تاني واحد تاني لا قدر الله حصل له ان الليفر حصل فيها فيروس وجينا بعمليه جراحيه شفنا الحته البايظه قال لك الليفر تقدر تنفس ترجع تاني خلاص مش هتعمل حاجه اسمها زرع كبد ايه فكره زرع كبد باجي على واحد سليم واخد منه ربع الكبد واحطها في واحد ايه مريض شلت الكبد بتاعته كلها الربع ده هيكبر ويقدر من الكبد كامل ده هيكبر ربع النص منه فاهم دي بقى هنا جي 1 يلا حد يقرا بقى جي 1 اقرا يا معتز جي 1 فيرست فيز ايوه ماشي صفحين اهو فيرست فيز وزين الانترفيس تمام اول مرحله النقطه الثانيه اهو يا جماعه بتبدا من اجل ام وتنتهي ام يعني بداية الاس بيحصل فيها ايه حاجتين حط تحتهم خط ميتابوليزم حط تحت الخط رقم 2 انزيمز بتصنع انزيمات مش عايز باقي الكلام اقول تاني بيحصل فيها حاجتين رقم 1 ميتابوليزم رقم 2 بتصنع انزيمات ايه اهم انزيم هتصنعه اكيد بتاع الدي ان ايه هو خدنا الحصه اللي فاتت اسمه ايه دي ان ايه بوليمريز بقى الكلام معرفه بس مش ممكن في الامتحان بقول لك ايه ان الخليه ريسيوم الميتابوليزم ات هاير ريت كلمه ريسيوم يعني تستعيد الميتابوليزم ات هاير ريت عشان اسنان الانقسام كان قليل اسنان انقسام الخليه الميتابوليزم كان ايه كان قليل بعد الانقسام الميتابوليزم يزيد صح يا اسراء يا اسراء يا اسراء حرام عليك رايح ايه يعني الميتابوليزم اثناء الميفيز كان ايه كان قليل هيحصل هنا ايه يزيد خلص كده رقم 2 هعمل ايه اصنع انزيمات فيريس النقطه الاخيره الديوريشن تختلف من خلية لخلية. الديوريشن فاريبل من خلية لخلية. من أجل حاجة أنا أقول حتى نتكلم دلوقتي وصل البحر العينين كده. دلوقتي تعملوا طول البحر إيه؟ خلوا بعض على الحب. يا عمارة. نعملها يموت ورا. خلاص يا جماعة خلاص. مش عايز حد يبص للي جنبه. يبص. ممنوع حد يبص. الناس كلها بتقطع الصفور. يا ابرار حرام يا جماعه يا جماعه حرام اس ايه اللي هيحصل في الاس دي ان ايه سنس طب بص اهو يا جماعه بص انتوا شايفين يا جماعه مش عايز حد يزعل مننا بضحك معاكم يعني زي بناتي زي اخواتي الصغيرين ما اكبرش نفسك اهو كده عندك ولاد مهتمين جدا والله العظيم يعني وسيخ صفحة ايه؟ كونتنت اهي
فيور كونتنت يعني بتحتوى، المحتوى بيتضاعف يعني هيبقى 4 سنين. والنمبر تكتب عليها كده ان سمول، ده تكتب كده ايه اصلا في ان يعني هقول هترمي كل حاجه دلوقتي، هترمي كل حاجه. ايه الكلام اللي اتخرج ده معناه ايه؟ بصوا معايا كده، هم قالوا ايه؟ عارفين السبيرم او الاوفم فيها كام كروموسوم؟ قال لك لا، قول واحد سي. قال ايه؟ فيها كام كونتنت؟ قول واحد سي. يبقى كده الخليه بتاعه السبيرم فيها كام كروموسوم؟ واحد ان. فيها كام كميه الدي ان ايه؟ دي واحد سي. لما يتحدوا مع بعض سبيرم مع اوفم بتقول خليه ايه؟ ازاي؟ 2 ان 2 سي. الخلايا دي لما تضاعف كميه الدي ان ايه؟ هتبقى 4 سي و2 ان. ازاي؟ كيف عايزين نفهمها؟ فهمت؟ على فكره يا جماعه كان ممكن نقول ان الخلايا دي فيها 1 ان 1 سي، كان ساعتها هيبقى تقولكم ايه؟ نص ان نص سي. قال لك لا بلاش رصاص. انت قول ان دي 1 ان ودي 1 سي. فلما يتحدوا بقى ايه؟ 2 ان 2 سي. فانت فاهم لما تضاعف الدي ان ايه؟ الخلايا فيها كام كروموسوم؟ 46 اهو. هتلاقي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كل كروموسوم هيبقى واحد زيه، يبقى المنظر عامل كده. هيفضل ماسك فيه، عارفين ماسك فيه ليه؟ مش حب على فكره، لا عشان يتاكد ساعه الانقسام هو هيروح اليمين سنه هيروح الشمال. عارفين الجمله؟ لو الكروموسومات تضاعفت وكل واحد تضاعف وراح في حته لوحده، يلا يا جماعه ننقسم، ممكن في الاخر الاقي اثنين اخوات راحوا ناحيه والناحيه الثانيه ما راحتش. والانقسام مش انقسام في العدد بس، ده دي هتاخد صفه تاخد صفه اللي عكسها، فلازم كل واحد يفضل ماسك فين؟ الثاني. عد يا معتز، 46 كروموسوم صح ولا غلط؟ صح. 46 كروموسوم اهو، 1 2 3 4 5 6 لغايه 9. لكن الكميه حصل لها ايه؟ تضاعف. فهمت وعدها تاني؟ لا لا حاجه يا جماعه، انا عندي كام كرسي؟ 46. قبل الانقسام قبل الاس قاعد عليه واحد، هو 46 واحد قاعد. دخل مرحله الاس كل واحد عمل واحد زيه، بس الاثنين قاعدين على نفس الكرسي. يبقى كده كام كرسي؟ 46 كرسي. بس الكرسي تضاعف في الكميه. والاثنين ماسكين في بعض عشان الاول يلا طبعا انقسموا. انت تروح يمين؟ اخوك يروح شمال. فاهم؟ ماليش بالشمال يا عم. اتفضل. اطلع بره اخر كلمه. ايه؟ كروموسوم اصلا بيبقى 2 كروماتين. ده بتاعت الاس. لو سرعه عاديه بيبقى كروموسوم 2 كروماتين. صح. لو في الاس بتبقى يبقى 4 كروماتين بس الاس 2 في بعض. لا طبعا غلط. بيبقى 1 بس 2 مش صح. حاجه يا جماعه، عماره بس ثابت في المنهج. مش ثابت. لا هقول لك حاجه، هقول لك حاجه. الكروموسوم لما بحب اصوره بحب اشوفه كويس، شوفه استخدامه في الطول الاستوائي. في الطول الاستوائي ساعتها هيبقى كام كروماتين؟ اثنين كروماتين. تعرف لو انت صورته قبل كده هيبقى واحد بس. بس مش عارف اصوره، مش عارف اشوفه. فاهم انت؟ ايه؟ من اول فين؟ من اول الحصه. دكتور الحصه من اول ما دخلتش على بطل الدرس. انا بقول ايه؟ ده اسباب كلمه تونيو دي خالص. انت خليك عايز الكلمه دلوقتي. ان الخليه لما تدخل في الاس بيس مين اللي هيتضاعف؟ الكميه. لا النمبر ثابت. بس. اربع بتوع قد كده. بتوع قد كده. واربع على اربع. خالص. ايه فحمها لي؟ انا لسه جاي اقول امبارح كلهم فحمها لي. يلا يا اسطى. انت ايه يعني؟ ده اللي عليا. هي كده خلصت اهي، هي خلصت. انت عندك 46 كروموسوم، كل كروموسوم تضاعف بس جوه نفسه. فلما اجي اعدهم هعدهم 46. تبقى تضاعف. فاهم ولا لا؟ فاهم ولا لا؟ لا خلاص انا كده فاهم صح ولا انا وجعان؟ انا هو فكره الكرسي هنفتح فالكرسي هنفتح بس ده كمان خلاص يا جماعه خلاص نفس اللي بس نكمل الكلام. نكمل الكلام. لا حول يا رب. هو عبد الله يكون عايز يفهم. خلاص يا عبد الله.
يا شيخ اللي جنب ده عامل ايه؟ كرت عليك ده عشان حاجه انت بيه. يا ابن الحمام انا باخدك على قد عقلك. تصنيع البروتين قليل ما عدا بروتين واحد اللي بيتصنع في هذه المرحله يبقى اسمه ايه؟ اسمه انا اعمل البروتين اللي بيتصنع دوت يتلف كويس. بروتين سينثيس ستيدي لو ما عدا الاسمه. الديوريشن انت بتخلصك ولا فاريبل؟ خلصت. انا كل الحاجات دي طبيعي كنترول. وبعمل ده بقى طبيعي كنترول. فكلها نفس المده. الديوريشن كونستانت. خاصة among السيم سبيشيز. يعني سيم سبيشيز نفس الفصيلة يعني. نفس يعني تنازيل لوحدهم نفس الديوريشن الديوريشن المدخلات كده يعني. بعد كده اسمها ايه؟ جيتو اللي هيحصل فيها؟ أولا هيقول لك هي بينه مين ومين؟ بينه مين؟ بين الاس وبداية الام. بين الاس وبداية الام. بيحصل فيها بروتين سينسس سيجنيفيكانت. يعني ايه سيجنيفيكانت؟ واضح يعني كتير عكس الاس. واهم بروتين هيتصنع المايكروتوبيول اللي هيكون لي خيوط الايه الميلز. بنعمل حاجه اسمها تشيك بوينت. تشيك بوينت يعني نتاكد ان مفيش اي ايرورز في الدي ان ايه. لو اي ايرورز تصلحها دلوقتي. لكن لو خليها دخلت في الانقسام مش هينفع تتصلح. ساعتها تعمل لي طفره. DNA replication is analyzed. Analyzed يعني ايه؟ تحلل. شيك. يتفحص يعني. Analyze معناها يتفحص. يتأكد ان هو صح. عشان لو في اي ايرورز هنصلحها. في ان بي خدناها قبل كده. بس مش مهمة طبعا. في دواء اسمه كولشيسين. ده اسمه علاج كيماوي. يعني ايه علاج كيماوي؟ يعني الناس اللي عندها كانسر. بعد ما تستأصل الكانسر اما تاخد علاج كيماوي اما تاخد علاج اشعاعي. علاج كيماوي فكرته ايه؟ ان هذا الدواء اللي اسمه كولشيسين بيوقف تصنيع البروتين فيمنع تكوين المايكرو تيوبيول فيمنع تكوين خيوط المنزل فيوقف الايه؟ الانقسام. فهمت اسمه تاني؟ كولشيسين ده هم عشان شافوا او ليك انت يعني بسم الله الرحمن الرحيم اسمه كولشيسين ده علاج كيماوي. في عندنا كده جدول مكتوب summary of cell cycle اكتب عليه مهم جدا وبخلي بالك لو قال لك سمري اوف سيل سايكل لازم تحطها في جدول لو ما حطهاش في جدول هيبقى غلط الجدول ده سهل جدا ماشي عندنا جدول مكتوب فيه في حاجه اصلا بس كلامه جاهز ما كنت تلتين وفيل تلتين ايه؟ تلتين 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 مايتوزيس وطوع عندك ميتافيز صلحها مايتوزيس مايتوزيس يعني والحاجة يا معا مكتوب عنده فوق انترفيز صح؟ مكتوب هنا مكتوب هنا الستيت الستيت عن كم ستيت؟ اثنين رقم واحد رقم اثنين مايتوزيس هي مكتوبة غلط ميتا فيز هي مايتوزيس هي بعد كده يقول هنا ايه؟ انك مايتوزيس مايتوزيس المراحل دي رقم واحد ايه؟ جي زيرو اهو شخص ما انا بقول اهو بدا في جي زيرو الاول ثم ايه بقى؟ لو انت تشتغل يبقى جي 1 اس جي 2 تمام كده؟ نيجي بعد كده اسمها ايه؟ ام فهمت؟ ام يعني مايتوزيس حد يرى كده جي زيرو تمام اقول الخليه خلصت في السيل سايكل وهتعمل ايه اشتغل ايه رايك يا معتز هو صوت يا جماعه يا صوت كتير اولاني ثانيا واضح يلا يا معتز ديسكريبشن تمام مفهوم المرة الثانية كده تمام قد كده جي زيرو جي 1 جي 1 اللي مش عاجبه كلمة انكريز الانسايت يكتب مكانها جروس الخلية بتكبر زي ما قلت كلمة جي معناها جروس سيل انكريز الانسايت هي نفسها كلمة جروس وهنعمل تشيك بوينت تشيك بوينت يعني اتأكد ان كل حاجة مظبوطة اسمها جي 1 تشيك بوينت الاس جي 2 جروس برضه زي ما مكتوب كلمه ايه جاب بين الدي ان ايه اند الميتوزيس سيل ويل كونتينيو تو جرو وبرضه فيها تشيك بوينت اسمها جي 2 تشيك بوينت ايه اللي هيحصل في الام
كلام واضح اهو. النمو في كلمه جي جي 1 وجي 2، اما في الاس وفي الام مفيش نمو، يمثل جروس ستوب. تمام نكمل. طيب نقول معناها ايه؟ ان الطاقه الانرجي كلها موجهه فوكس موجهه ناحيه ايه؟ انقسام الخليه، مفيش وظائف. تمام. تدعم كم تشيك بوينت يا شباب؟ ثلاثة تشيك بوينت، أو واحدة اسمها جي 1، بعد كده جي 2، واحدة في منتصف الميتوزيس. خلص الكلام؟ بتاع ده كام؟ ثلاثة ال ده كده يا رب. دكتور انا هاخد كمان نص ساعه يا دكتور. انا هاخد كلمتين بس. والله يا دكتور صدعنا دكتور. الله عليك. المره الجايه يا دكتور. ام يعني ايه؟ المره الجايه يا دكتور. ام يعني ايه؟ المره الجايه. الميتوزيس دوت عباره عن انقسامين. دكتور الله يخليك. انقسام النواه اسمه كاليو كاينيزيس. وكاليو معناه ايه؟ نواه. انقسام السيتوبلازم سايتو كاينيزيس. كلمة صعبة دي. طب الكارل ده أربع مراحل، حد يقولهم لي بقى. برو هيقول لك إيه؟ إن البيبل ميت أند توك، ده أنا استحفظه في الأول يعني. برو فيز، ميتا فيز، أنا فيز، تيلو فيز. كده عندك وصلت لمرحلة أربعة. بيبل ميت أند توك، ده أنا استحفظه بس. كده عندي انقسام الميتوز مرحلتين، مرحله انقسام نواه كانوا قايمين، ده الاهم كده في شركه تفصيل. وانقسام السيتوبلازم، انقسام النواه مرحله اربع، اول مرحله اسمها ايه؟ برو لحمه. مرحله ثانيه مرحله ثالثه انا. مرحله رابعه كيلو فين. خلاص معادنا يوم السبت. الناس عارفه في الساعه 9 12 في يوم السبت 12 او يوم الاحد 10 ونص. ممكن تجيب الامر. لا عايز الساعه مره نفهم بقى صاحبنا ده.